السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. يلا تعالوا بقى كده بقى ما نشوف ونكمل القصة اللي هي بتاعت الكومبلمنت سيستم اكتيفيشن، تمام؟ اللي هو من الآخر كده، أنا كنت اتكلمت في الفيديو اللي فات على الكلاسيكال باسوي والليكتن باسوي علشان شبه بعض. أنا سبت الرخم اللي هو أول واحد فيهم أصلاً بيشتغل، سبته للآخر، تمام كده؟ يعني علشان رخمته كده شوية، واخد بالك، قلت اشرحه كده في فيديو كده لوحده، تمام كده؟ مع ان هو اول واحد فيهم بيشتغل، والكلاسيكال باسوي اخر واحد فيهم بيشتغل، ممكن يشتغل بعد 96 ساعة، تمام كده؟ لكن ده بيشتغل في خلال من 0 لـ4 ساعات، يعني ده اسرع واحد فيهم بيشتغل واول واحد فيهم بيشتغل. طيب تعالوا كده بقى ما نشوف القصة بتاعت الالترناتيف بصوي. الالترناتيف لايه؟ ما بيحصلش فيه الكلام اللي هو بيحصل في الكلاسيكال ولا الليكتن بصوي، يعني ما فيش فيه سي واحد ولا فيه سي اتنين ولا فيه سي اربعة، تمام كده؟ الكلام ده مش موجود، بيحصله باي باص، تمام كده؟ احنا بنخش على السي تلاتة على طول، الكومبلمنت بروتين اللي هو رقم تلاتة. قالك بيحصله ايه؟ بيحصله سبونتينيوس هيدروليسيس، تمام كده؟ خلي بالكم في النقطة دي هتلاقوا فيه كتب كتيرة ممكن تكون بدقالك الموضوع كله من أول الخطوة دي، بس أنا يعني هجيبها لك بالتفصيل الممل شوية، تمام كده؟ الاسبونتينيوس هيدروليسيس ده، تمام؟ بيقوم رايح مطلع لي جزيء سي 3 مرتبط مع مية، تمام كده؟ قال لك السي 3 وهو مع المية يجي له حاجة اسمها فاكتور بي، فاكتور بي هيتحد معاه ويقوم رايح عامل لي سي 3 مع المية مع الفاكتور بي. طيب الفاكتور بي ده المفروض ان هو يتقسم، في منه حتة اسمها بي اي وفي حتة اسمها بي بي. مين بقى اللي بيكسر الفاكتور بي؟ خلاص، في الكومبلكس اللي هو اسمه سي 3 ووتر فاكتور بي، قال لك يجي حاجه تانية اسمها فاكتور دي. فاكتور دي ده عباره عن بروتييز، تمام؟ يروح على البروتين اللي هو اسمه فاكتور بي وما راح شقه الى جزئين بي اي وبي بي، تمام؟ انا عايز البي بي دي، خلاص كده قوم راح حاططها مع الكومبلكس اللي كونته قبل كده. يبقى من البدايه كده انا كان عندي السي 3 حصله سبونتينيوس هيدروليسيس، تمام كده؟ بقى عباره عن سي 3 مع ميه، شبك فيه الفاكتور بي، بقى سي 3 مع ميه مع فاكتور بي. انا عايز اكتف الفاكتور بي، يعني اشقه واحوله الى بي اي وبي بي واخد الجزء بتاع البي بي، تمام كده؟ اللي بيعمل كده حاجة اسمها فاكتور دي، تمام كده؟ ادي الفاكتور دي اهو، تمام؟ شق البي وحوله الى بي ايه وبي بي وحط البي بي مع السي 3 موتر، تمام كده؟ وعمل لي كومبلكس، ده اول سي 3 كونفرتيز بيطلع، تمام كده؟ بس مش هو ده الاساسي. قال لك السي 3 ووتر مع الفاكتور بي بي، تمام؟ بيبدا يكسر السي 3 ويحوله الى سي 3 اي وسي 3 بي، تمام كده؟ ده اول كونفرتيز انزايم بيطلع فيهم. طب ده لو طلع هيروح على السي 3 ويشقها علشان ياكتفها. ما انا قلت لكم الكومبلمنت بروتين اكتفته معناها ايه؟ معناها ان انا بشق الكومبلمنت بروتين لنصين اي وبي واخد منه اللي انا عايزه، تمام كده؟ طيب السي 3 بي هي اللي انا عايزها، اقوم جاي رايح واخد السي 3 بي وشابكها مع الفاكتور بي بي. هو ده بقى النيو الترناتيف سي 3 كونفرتيز، هو ده بقى اللي هيشتغل معاك. يعني انت ممكن ان انت تبدا الخطوه بتاعه الالترناتيف باسوي من اول هنا، تمام كده؟ انا اللي جبت لسيره كومبلمنت بروتين واحد ولا اتنين ولا اربعة، انا دخلت على تلاتة على طول، تمام كده؟ طيب يبقى سي 3 بي فاكتور بي بي، تمام كده؟
هو ده الالترناتيف سي 3 كونفرتيز. سي 3 كونفرتيز يعني هيروح على السي 3 ويشقها الى سي 3 اي وسي 3 بي. طب وبعدين انا عايز اوصل في الاخر للممبرين اتاك كومبلكس، يعني لازم اوصل في الاخر ان انا انشط السي 5 خلاص، علشان السي 5 هي اللي هتجيب بقى السي 6 وال7 وال8 وال9 عشان يعملوا الممبرين اتاك كومبلكس. طب اوصل لسي 5 ازاي؟ قال لك الالترناتيف سي 3 كونفرتيز اللي هو سي 3 بي فاكتور بي بي ياخد جزئ من السي 3 بي ويلتحق معاه ويبقى سي 3 بي فاكتور بي بي سي 3 بي. خلاص كده شايفين اللخبطيطه او الخلطبيطه بالصلصه دي؟ تمام. طيب نجيب الفرمي بقى علشان يعمل لنا طبخه حلوه كده من العك اللي قدامكم ده. تمام كده، يبقى سي 3 بي فاكتور بي بي سي 3 بي هو ده الالترناتيف سي 5 كونفرتيز. تمام كده، الالترناتيف سي 5 كونفرتيز هروح على سي 5 هيشقها الى اي وبي. انا هاخد السي 5 بي، السي 5 بي تروح تجيب السي 6 والسي 7 وال8 وال9 ويتجمعوا مع بعض ويعملوا انبوبه. خلاص كده بنسميها الممبرين اتاك كومبلكس اللي بتروح على الممبرين بتاع الخلايا وتكون جراحه خرماء عامله فيه بورز. تمام كده، وتؤدي في النهايه للسيل لايسيس او موت الميكروب. يبقى بصوا كده، انا كان عندي سي 3 بقى سي 3 مع ميه. خلاص كده شبك فيه الفاكتور بي، الفاكتور بي عايز يتاكتف. السي 3 مع الميه خلاص، الفاكتور بي اتاكتف بقى فاكتور بي الجزء بتاعه اللي هو البي منه. تمام، مين اللي عمل كده؟ الفاكتور دي. خلاص كده، طيب بصوا كده، الجزء ده اول 3 كونفرتيز يطلع لي، اول سي 3 كونفرتيز يطلع لي. سي 3 كونفرتيز يعني معناه ان هو هيروح على السي 3 ويكسرها الى سي 3 اي وسي 3 بي. تمام كده، طيب يجي يساعد في الموضوع ده حاجه اسمها البروبردن. البروبردن هيقوم جاي رايح مثبت لي سي 3 بي فاكتور بي بي. هو ده بقى اللي بنقول عليه الالترناتيف سي 3 كونفرتيز. الالترناتيف سي 3 كونفرتيز سي 3 بي فاكتور بي بي، اتفقنا كده اللي هي دي. تمام كده، طيب انا عايز احفز الخمسة، هوصل له ازاي؟ قال لك السي 3 بي فاكتور بي بي يكسر السي 3، ما دي وظيفته، ما هو اسمه سي 3 كونفرتيز، يعني هيروح على السي 3 ويكسرها الى اي وبي، ويقوم جاي رايح واخد حتة البي اللي طالعة منه ويقوم جاي رايح متحد معاها، يبقى هيبقى اسمه سي 3 بي فاكتور بي بي سي 3 بي. اهو هو ده الالترناتيف سي 5 كونفرتيز. الالترناتيف سي 5 كونفرتيز يعني هيروح على سي 5 ويشقها الى اي وبي. يجي لي السي 5 بي ياخد ال 6 وال 7 وال 8 وال 9 ويقوم جاي رايحين عاملين الممبرين اتاك كومبلكس اللي بيؤدي في النهايه الى السيل ايه لايسيس. تمام كده، طيب بصوا كده، انا اتكلمت كده ببساطه على الثلاثه باسويز اللي المفروض ان هم بيبقوا مسؤولين عن عمليه الاكتيفيشن بتاع الكومبلمنت سيستم. تمام، الاثنين دول شبه بعض اللي هم الكلاسيكال والليكتين. تمام كده، الفرق ما بينهم الكلاسيكال بيحصل متاخر شويه، الليكتين بيحصل اسرع منه شويه، لكن اول واحد بيحصل هو الالترناتيف باسوي. البدايات مختلفه، التحفيز هنا عن طريق الانتيجين انتي بودي كومبلكس، التحفيز هنا عن طريق الكربوهيدرات اللي بيبقى موجود على المايكرو اورجانيزم. تمام كده، هنا بننشط الكومبلمنت سيستم عشان نكون الماك او الممبرين اتاك كومبلكس من خلال المرور بالسي 4 والسي 2، لكن هنا ما بنمرش بالسي 4 ولا السي 2. خلاص، هنا السي 3 كده عمال بيشتغل مع نفسه، اتفقنا كده؟ طيب ادي كده بالنسبة
بالنسبة للثلاثة باسويز المسؤولين عن الاكتيفيشن بتاع الكومبلمنت سيستم. وخلي بالكم الكلام ده بيحصل نون سبيسيفيكالي علشان يدمر الميكروب على من السبيسيفيك اميون سيستم اللي هو بتاع بقى الاجسام المضادة والكلام ده يبدأ ان هو يشوف شغله. تمام كده؟ طيب الاجزاء بقى اللي هي بتاعت الايه زي السي 3 ايه والسي 4 ايه والسي 5 ايه، بصوا كده تعالوا كده بقى ما نشوف وظيفتها ايه. بص كده يا سيدي، الاجزاء بتاعت الايه ديت يعني مثلا انت عندك السي 3 ايه ده بنقول عليه انافلاتوكسين. انافلاتوكسين يعني ليه دور في عملية الحساسية الشديدة اللي بنسميها الانافيلاكسيز. تمام كده؟ السي 3 ايه والسي 5 ايه بيقوم جنب السي 3 اقوى من السي 5. تمام؟ يروحهم على الخلايا بتاعة المصل سيل والبيزوفيل علشان يحفزهم خروج الهيستامين منها اثناء عملية اللي هو الانافيلاكسيز اللي هي عملية التحسس الشديد. تمام كده؟ السي 3 بي تمام ممكن يشتغل مع نفسه كأوبزونين. يعني ايه أوبزونين؟ أوبزونين معناها مادة بترتبط بالميكروب علشان تعلمه، تنوره، تخلي جهاز المناعة يعرف يشوفه فيبعت له فاجوسيتك سيلز علشان تقدر ان هي تبلع الميكروب. يعني من ضمن الوظائف بتاعة مكونات الكومبلمنت هو ممكن يدمر الميكروب بنفسه. ايوه بيدمر الميكروب بنفسه ازاي؟ عن طريق تكوين الماك. لكن ممكن يساعد على تدمير الميكروب ازاي؟ اهم واحد فيهم هو الكومبلمنت سيستم سوري كومبلمنت بروتين اللي هو سي 3 تحديدا السي 3 بي. سي 3 بي ممكن يشتغل كأوبزونين. أوبزونين معناها بيعمل أوبزونيزيشن. عملية الأوبزونيزيشن هي عملية تسهيل حدوث الفاجوسيتوزيز، تسهيل حدوث عملية الابتلاع الخلوي نتيجة إن السي 3 بي يروح يعلم الميكروب عن طريق إن هو يمسك فيه. لو السي 3 بي مسك في البكتيريا مثلا تمام كده، كده الفاجوسيتك سيل شافت حاجة منورة، حاجة بتقول لها تعالي ابتلعي الحاجة اللي أنا إيه ماسكة فيها. يبقى السي 3 بي سهل حدوث عملية الفاجوسيتوزيس بارتباطه بالبكتيريا. تمام كده؟ هي دي عملية اللي هي الأوبزونيزيشن، واللي بيعملها أو المادة اللي بتعملها بنسميها أوبزونين زي السي 3 بي. خلاص كده؟ أنت عندك الأوبزونين هناخد حاجتين، ممكن يبقى أنتي بودي أو سي 3 بي. أنتي بودي ده في الجزء بتاع السبيسيفيك إميونيتي، السي 3 بي في الجزء بتاع النون سبيسيفيك إميونيتي. تمام؟ انا كده خلصت الجزء اللي هو بتاع الكومبلمنت سيستم. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوه خلاص بالفروقات اللي موجوده ما بينهم. ماشي، لو حد عايز اي حاجه انا تحت امره ممكن تسالوني في الكومنتات. ماشي، اشوفكم على خير والسلام عليكم. كان معكم اخوكم دكتور اسامه معروف. وما تنساش في النبي، يعني بالله عليك، لا اله الا الله، بالله عليك يعني لو انت بتستفاد من القناة ما تشوفش الفيديو كده من غير ما تعمل مثلا سبسكرايب او اشتراك في القناة، واخد بالك؟ واديني كده كومنت وواحد لايك كده من عندك يعني، ولو يبقى كتر خيرك كده عملت شير للفيديو يعني. خلاص يعني الحاجات دي بتحفز الواحد كده ان في ناس متابعينه، واخد بالك؟ فبتخلي نفسية الواحد كويسة. تمام؟ مبقاش كده حاسس ان انا بكلم نفسي، يعني كفاية ان انا بكلم نفسي على السبورة. يلا اشوفكم على خير ودعواتكم، مع السلامة.